ونترك الحين المجال حق الجمهور اللي أنا أعتقد يعني متشوق أنه يسألكم. ما تكلمنا عن الزوج الغير كويتي، شنو مشكلة جنسيته وشنو مشكلة دولته؟ يعني في تكوين هذا الطفل ما هو مشكلة ابتداء، يعني المسألة ما هي مسألة شنو نصك الثاني، المسألة مسألة أنت وين عايش، وين انتمائك. جميل جدا حماس السيدات وأنا أفهمه، غريب جدا حماس الرجال ولا أفهمه. أنا آسف، أنا مؤيد، أنا مع تجنيس أبناء الكويتيات بشدة. أنا مع تجنيس أبناء الكويتيات. اللي صاد الكلمة، إحنا قلنا إحنا نمثل الفريق ضد